بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة والسيدات أعضاء المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لتطوير وتنمية المجتمع المدني، السادة الحضور، زميلاتي زملائي الأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا اليوم جيت نتكلم على يعني في السابقة في الدستور، وأنا في الحقيقة تخصص تاعي تخصص آخر، ولكن من ضرورة أحكام. إذا مادام نحن في المجتمع المدني، مادام الدستور الجديد يعطي أهمية معتبرة للمجتمع المدني، نبه الإخوة على المادة رقم 10 التي يقول فيها الدستور الجديد: تسعى الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية. وفي المادة 53 كذلك يعني الحق في إنشاء جمعية هو مضمون، le droit de créer une association est garanti. Il s'exerce, ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle constitution, c'est qu'il s'exerce juste sur une simple déclaration. Mais bien sûr, il va y avoir une loi organique. غادي يكون هناك يعني يكون قانون عضوي اللي يحدد كيفية إنشاء هذه الجمعية. ولكن الشيء الجديد هو كل ما هي بيروقراطية ما بقاش. Sur une simple déclaration, on peut activer. عندنا نقطة ثانية للناس تكلم عليها بزاف، ويسمحوا لي الحضور على هذه العبارة: نحن مجتمع لا يقرأ، لأننا في نسمعوا أشياء للناس ما هاضمينهاش، ما درسوهاش. مثلا فيما يخص الجيش احنا باش تكون احترافية للجيش لازم يكون احتكاك مع الجيوش الاخرى. لما نسمع الناس تقول لك بلي الجيش غادي يخرج في افريقيا، وقبل خروج الجيش كاين مادة يقول لك يمكن لرئيس الجمهورية، معناه سو ني با اون افيرماسيون، سي فاكولتاتيف، إل بو، إي كونت إل بو، إل دوا باسي بار لي دو بارلمون. دونك أنا نظن بلي لا داعي للقلق والهضرة بزاف على هذا التدخل للجيش. في إفريقيا ونسن وننبه الإخوة اللي يبغوا يطالعوا على هذا المواد 31 32 و33. النقطة الثالثة اللي حبيت نتكلم عليها كذلك فيما يخص المحكمة الدستورية. عرفوا بلي في الماضي كان هناك مجلس دستوري، وهذا المجلس الدستوري كان يتشكل من تسع أعضاء فيهم ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم الرئيس، واثنين من البرلمان، واثنين من مجلس الأمة، وواحد من المحكمة العليا، وواحد من المجلس الدستوري. في تشكيل المحكمة العليا حاليا تغيرت الأمور، ونشوفوا باللي ما بقاوش هاد المنتخبين تاع مجلس، اثنين تاع مجلس الأمة واثنين تاع المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي الوطني، ما بقاش تحزب. التشكيلة راه تتكون من 4 أشخاص يعينوا، وهذه المحكمة الدستورية فيها 12 فرد. في المجلس الدستوري كان 12 11 9
بما فيهم ربع المنتخبون، زوج من مجلس الدستور من المجلس الشعبي الوطني وزوج من مجلس الامه. الان فيه ربعه يعينهم الرئيس، رئيس الجمهوريه بما فيهم الرئيس، فيهم واحد من المحكمه الدستوريه من المحكمه الدستوريه وي، وواحد من المجلس من مجلس الدوله. قال ولكن الشيء الجديد هو تعيين ست اعضاء. مين هذو الاعضاء يكونوا؟ هذو الاعضاء يكونوا من رجال القانون الدستوري. لماذا؟ نظن بلي المحكمه الدستوريه اليوم رجعت محكمه شرعيه علميه ومهنيه، لانه علاش هادو ست اشخاص يكونوا مطلوب من اساتذه القانون الدستوري، ويكون عنده فوق من 50 سنه، عمره يكون فوق 50 سنه، ويكون عنده خبره مهنيه 20 سنه. اذا هذه هي الاحترافيه، هذه هي الاحترافيه، وهذه هي المحكمه اللي نحب ان تكون في الجزائر الجديده. والشيء كذلك الشيء الجديد هو هذه المحكمة الدستورية القبرام دي الجوجمون، بعد بينما كان المجلس الدستوري يدوني دي زافي، كان يمن اراء حول كذلك تنظيم السلطات. نعرفوا بلي هنا